هناك شيء آخر ربما ينبغي أن ننبه إليه، حينما ذكرنا المسؤولية الواقعة على المسؤولين وأنهم لا يلتفتون إلى ما هو مطلوب منهم في محاسبة المفسدين والظالمين وكذا، هناك واجب آخر أيضا جر لي هذا السؤال، واجب على عامة الناس. الناس يفرطون ويقصرون، وما يقومون به من السلبية والتخلي عن واجباتهم هذا أحيانا هو سبب يؤدي إلى ما هم فيه الآن من الضيق ومن الشدة ومن فقد الضروريات ومن فقد الدواء ومن فقد، لأنك أنت إذا تركت الواجب الملقى عليك أعطيت فرصة، خذ مثال، أعطيت فرصة أنك تنتخب مثلا في المجالس البلدية شخص صالح يعني يمكن إذا تولى يخاف الله ويحفظ لك مالك ويحفظ لك هيبتك ويدافع عنك ويخفف عنك ما الظلم ما يستطيع. فإذا أنت تهاونت ويوم الانتخابات لم تذهب وترشح الشخص اللي تنتخب الشخص اللي هو مؤهل واللي هو صاحب دين وصاحب أمانة، وجلست في بيتك ومارست السلبية، فغيرك من الظالمين ومن المفسدين مش حيبقى في بيته، يذهب ويختار لك الأسوأ. وبعد ذلك لا تلومن إلى نفسك لما تحرم من الدواء في مستشفى الأورام، ولا تحرم يعني من تصاب بالغلاء، ولا الخبز ما عادش تجد الخبز، ولا ما عادش تجد الدواء، لا تلومن إلى نفسك لأنك أنت فرطت، كان معك فرصة أن تختار الشخص اللي يخفف عنك ويرفع عنك البلاء ويعني يعينك في أمور دنياك وكذا، تركت باختيارك وتركت الفرصة لغيرك. فهذه مسؤولية الناس، يعني ما يصيبهم هو أحيانا يعني عقوبة لأنهم مقصرون ولأنهم مفرطون في حقوقهم ولا يقومون يعني بها على الصور التي أمرهم الله تعالى بها.